بتاع المرض بتاعه جاب صدمة كبيرة قوي للعيبة، يعني مش للعيبة، للنادي ككل، لان هو زي ما بقولك هو يعتبر متربي في النادي يعني. فالخبر بتاع المرض النادي كان عارفه قبل ما هو يعرفه يعني. هو تعب فترة، كان في فترة الأجازة اللي فاتت تعب ودخل المستشفى وطول فيها. هو يعني هو كان لسه في بداية اللي هو يعرف موضوع الكانسر، فهو تعب جامد، فضل قاعد في المستشفى فترة. بدأنا احنا نعرف الناس في الأجازات يعني، وكله بدأ يتكلم، يا جماعة ده رئة تعب ودخل المستشفى، طب في ايه في ايه يعني. وصلوا مع حد جوه قال لهم اللي هو عنده كانسر، بس هو لسه ما يعرفش، واللي هم ما بلغوهوش وخايفين يعني عليه اللي هو لما يعرف يحصل حاجة وبتاع يعني. فكل الناس كانت عرفت وهو فعلا ما كانش يعرف يعني. بعدها يعني هو كان بيحكي اللي هو بعد كده هم نقلوه، كان هو بيستغرب يعني اللي هم طول في المستشفى. بعد كده نقلوه أمراض دم في المستشفى، فهو ساعتها عرف اللي فيه حاجة يعني،